معانا على التليفون أستاذ كرم سعيد، الباحث في الشؤون التركية في مركز الأهرام للدراسات السياسية. دلوقتي يا فندم احنا بنتحدث عن استقالة أحد رجال أردوغان مؤسس الحزب، يعني حينما يستقيل إذا حزب أردوغان ينهار تماما. أهم ردود الأفعال يا فندم حول هذه الاستقالة. الحقيقة استقالة علي بابا جان بتؤشر لكل التحذيرات التي تحدثت عن تعمق الانقسام داخل حزب العدالة والتنمية، خاصة أن علي بابا جان شخصية لها وزنها في الشارع السياسي إضافة إلى تأثيره الحزبي. علي بابا جان شخص تكنوقراط موثوق به، على دراية بالإجراءات الاقتصادية التقليدية، لديه شعبية في المؤسسات المالية الغربية، رجل يحظى بسمعة طيبة، وبالتالي استقالة علي بابا جان قد تزيد من أزمة حزب العدالة والتنمية، خاصة أن نزوع الرجل نحو تأسيس حزب جديد يعيد المسار الديمقراطي في تركيا قد يحظى بانتباه جماهيري، إضافة إلى حضور من قيادات تقليدية داخل الحزب، ربما عبد الله جول، سعد الله أزغين وزير العدل الصادق، عدد كبير من النواب أعلنوا عن نيتهم بحال تأسيس حزب علي بابا جان الانضمام إليه، وبالتالي علي بابا جان حال تأسيس حزب جديد، وهذا الحزب نجاحه في الحضور في الشارع لن يؤثر على حزب العدالة والتنمية فقط، وإنما يؤثر على موقع وموضع أردوغان في المشهد السياسي، خاصة يا فندم انه يعني رجل بحجم بابا جان واعلانه للاستقالة وسط ترقب لحزب جديد هي عودة للمشهد السياسي التركي بقوة له، وبالتالي هي ليها واقع ايضا، منها مثلا ما تم رصده من قبل ايضا يعني قراءات داخل المجتمع التركي على المستوى الاقتصادي بان المستثمرين والاسواق الدولية بيرحبون بدخول للساحة السياسية بحزب جديد بشكل عام، وعلى ما يبدو أيضا أن هناك يا فندم ترحيب ببداية جديدة وبرجل يعلم أن في مشاكل اقتصادية الآن في تركيا، وبالتالي يجب أن يكون هناك من هو على دراية جيدة بالسياسات الاقتصادية. صحيح، علي بابا جان من الشخصيات التي تحظى بثقة دولية. علي بابا جان وكان أحد أعمدة بناء التجربة التركية عندما تولى حقيبة الاقتصاد. علي بابا جان واحد من أصحاب المدارس الراسخة في علم الاقتصاد، استطاع أن يقدم حلول غير تقليدية للأزمة الاقتصادية في تركيا في فترات طويلة، وهو رجل لديه أفكار ولديه رؤى محددة على عكس بيراق البراق البيراق صهر الرئيس ووزير ماليته الحالي. كل الإجراءات التي اتخذتها تركيا في التحايل على الأزمة الاقتصادية بقيادة بيراق البيراق ومن خلفه الرئيس أردوغان باءت بالفشل، هو أحد أقاربه صحيح، لم تحقق اختراق جذري في الأزمة الاقتصادية، وبالتالي صعود وظهور علي بابا جان على الساحة السياسية يؤشر أو يعطي أولا طمأنة للمستثمرين الأجانب، قد يطمئن بعض الأسواق، لكن الأزمة في الحقيقة في السلوك التركي المتوقع في التعامل مع صعود بابا جان. بدأت الاتهامات تظهر تباعا باتهامه بالانتماء الى جماعه فتح الله جولن بمحاوله تشويه سمعته. اظن يعني تقديري ان اردوغان لن يدع هذا الامر يمر مرور الكرام، وهو يحمل وحجم عجبه. طيب انا بشكر حضرتك، طبعا يعني بنفقد التواصل لكن الرساله وصلت. استاذ محمد نجم الباحث الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك. اذا عفوا استاذ كرم سعيد، بعتذر، الباحث في الشؤون التركيه في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، كان معنا استاذ محمد نجم في الاتصال الهاتفي السابق للاستاذ كرم سعيد. كل الشكر استاذ كرم.